Welcome back. هلا عثمان. هلا هلا والله. صباح الخير. حاولت انام ما قدرت والله. تمام الحمد لله. ايه بنامس تقدر تقول. قلت ما نمت بساعة كذي. مو هذا اللي بسوي ان شاء الله. ايه ها انت وينك؟ ما راح تشبك الدن رينج؟ ترى لايف انا بتويتش الحين. يلا دش ديسكورد بعد. يلا الله. ويلكم باك موروكان حبيبي والله. تسلم مبارك فيك ربي. تسلم تسلم يا صديقي. وحياك وحياك وبياك. ما عرفنا شنو الاسم الجديد. ترى سولفت انا تو مساعد بس انت اختفيت. فتعال عيد الكلام. انسينا هذا الحين. تعال تذكر. فايه منو شنو الاسم القديم كان؟ نارفتو؟ متى غيرته؟ توه ولا صار لك فترة؟ هلا هلا بروتين. هلا هلا هلا. ويلكم ويلكم. الحين يلا زين زين. بس لا تغيره وايد. خلي حد ينساك انت منو كنت. ايوه. خلنا نشوف الديسكورد. انا دشيت ديسكورد. ايه 11 ديسكورد. المايك. نعم عليك. ايش رايك؟ هلا هلا هلا. شويه نغير يا صديقي. والله حصاص بط بعد التحلوقة. حصاص بط الحمد لله. بعد شفني والله. تسلموا تسلموا. ريفريشيشن. بحاول اضبط لي سلاح عشان تيجي تخلى فرم شوي لان طيرت وايد فلوس على الاسلحه والسمبر. يبي لي اشتري. انا موجود بالديسكورد عثمانو. موجود. ايه قاعد اقول لك انا موجود بالديسكورد. قاعد احكيك بالبث. فزين انت موجود. كيف كيف. ايش سويت؟ لعبت امس ما لعبت الفير ولا زين تسوي. يو ولا شيء.
والله ولا شيء. يلا زين ضبطت امورك. لا انا من عارف انت عاد تحتاج النوم. حلو ثمان حلو. والمفروض تسع شنقة على بر يا عائشة. صح. واذا قعدت تتعب نفسيا نوصل وانت ناطر. هم صح. هذا الطير يا اخي لما يطق غير عن الطير العادي. وهقني والله وهقني. اي صح تذكرت انت بالدوام ما تقدر تسوي بث. طيب يلا اسكف حطك عندنا هني بعد. والله صراحة الوقت خايس خايس برمضان. والله الوقت خايس. لا المشكلة تدري شنو؟ ما يمديك تشبع نوم. انا شوف ما ابي اقول انه بسبة رمضان. اتوقع انه بدال ما يكون اليوم في 24 ساعة لو 28 ساعة احسن. شفت الخيال وين واصل؟ يمديك تتعب، يمديك تنام اذا بتنام. عرفت؟ 24 ساعة تنحكر، يا تنام شوية وتتعب، يا تنام وايد. انسى اذا واحد ينام 12 ساعة عثمان ولما يقعد يقعد تعبان، واذا ينطر نومه يقعد هم 14 ساعة مثلا عشان تجي للنومه. ف 12 ساعة تنقص يصيرون 10 وتنقلب كل شوية ساعتين ساعتين ساعتين. تعرف انت الحركة هذه؟ ايه تنقلب دورة مرة ثانية. 28 ساعة باليوم حلوة. ايه بس ما تقدر تسويها لان اذا بتغيرها لازم ابديت الدنيا كلها يعني. يعني ما تقدر تسوي شيء. استغفر الله. انا ترى انا شوف انا فيني زياده نوم وفيني تعب الانسومنيا يعني بالقصب انام. فانا الحين قاعد احاول اعدل نومي اخذ فيتامينات وهالسوالف. قاعد احاول صار لي فتره اعدل نومتي اني انام زياده لان ما اقدر انام. مشكله والله. اي واحدة انت بتروح لها اول شيء؟ تروح حقي بالمنطقة الاولى. اي موجودة مكتوب بس سلينا. نجرب. اي هذا يبي وايد.
يحطون الكبد هذيلا ينطرها لما تقول لك I want to ask you a favor. كلمها لين بس هذا هو الكي. عجيب الفيديو اللي دزيته مع الكول اوف ديوتي قوي. ايه لا استوعبت قصده وخذيت تيبس. اوكي انا كنت بس اتحرك الحين عرفت ليش التاكتيك. يكون في كفر. صح. خرب شكله. ايه والله مو وقته. والمشكله مو كذي في هذا الرون طايحه بالارض فما ابي اموت بسبه الكلاب ذيلا. ايه شوف الحيوان ويه الودر طالعني من بعيد جايني بمشي. شوف ها ها شيء هذا شنو؟ شيء لونه؟ ايه اللي تحت القصر. تحت القصر اللي على اليمين. اكتشفت عثمان العالم كله يلعب باللعبة كلها سامونز وفول باور. ايه
واول مره هالكم من الناس يلعبون لعبه سولز. ولا قبل ما حد يلعب بس يشوفون يوتيوب يشوفون ستريمرز عرفت الحين. لا يعني تقدر تقول شب سهلوها فالكل قام يقدر. ايش دعوه في ناس اوفر يعني. تخيل قبل اسبوع يعني انا كنت بدي 7 يدش علي واحد يقول لي ترى انا شو اسمه خلصت اللعبه بلاتينيوم وما ادري شلون. شنو اللي خلصت البلاتينيوم وطلعت كل شيء اللي اذا هو 24 ساعه يوتيوب يعني بس قاعد ويا لابتوب ويوتيوب. وين اروح وين اي لا استكشاف لا بطيخ عرفت. يعني الدنجنات مثلا ما فيها اتشيفمنتس. الدنجنات التيلز من في دنجنات هذا في دنجنات معناته انت مو شرط تدش كل دنجنات اللعبه. ليش الدنجنات بس اللي فيها التيلز من او اللي فيهم الانكنتيشن وهذا وهذا كله يكون مكتوب باليوتيوب. تختصر وقت ها ايه. بس لا انا اقصد لما يدشون عليك ناس طبعا لما يدش عليك واحد يقول لك انا خلصت اللعبه طبعا يقول لك لانك يضغط فانت ضغط يوتيوب. انا ما ضغط والله انا اعرف اللور وهذه القصه وانا صدت كذي لا يوتيوب كوبي بيست نفس. والله قبل اتذكر في واحد باللي يسمونه يبي يلعب بالعاب سولز فلعب بلاد بورن. انا اقول لك رايي يعني بالسالفه عرفت. هذاك نظام اهم بعد يضغط. شنو شنو سوى تو ما صار له يومين كان يجي الديوانيه ويقول تدري ان السلاح الفلاني هذا اقوى واحد باللعبه. انت ايش دراك السيف هذا ليت جيم ايش دراك بمكانه وتوك انت مبلش اللعبه. يعني انت للحين ما يعني ما دشيت فوق ال 15 ساعه باللعبه ايش دراك بكل هذا. يعني قاعد انت تشوف يوتيوب وتخلص القصه بمخك باليوتيوب وش تسوي ما تسوي بعدين تبلش الجيم. ايه شيء غريب. شفت في ناس باليوتيوب يقولون نفس الشيء. حتى السبيد رانرز شفت هذا اللي خلص اللعبه ب 12 دقيقه و 12 او 13 ثانيه والله خلص اللعبه 12 دقيقه عثمان. تخيل اللعبه كلها من بدايتها. سبيد رانر عمرك ما شفت الواحد خلصها بالساعه بالدن رينج الحين يا فيديو. ادز لك الفيديو بعد شوي ولا اكتب باليوتيوب لانه مشهور تو انشهر يعني وايد. هذا دش اليوتيوب اكتب الدن رينج سبيد ران راح تلقاها بويك 12 دقيقه و 13 ثانيه وورلد ريكورد بعد. انت تشوف ايش رايك انت. ولا والجلتشات طلع لها اسامي. الجلتش اللي مسويه يسمونه اللاين وشوف شلون يسوي الجلتش ويباري البص مفصخ ولا وما يباري البص الاخير مال اللعبه. وشوف السلاح اللي ينقيه علشان يباري البوس والسلاح يقول لك هذا بعد نرفه. يعني حتى الناس بينهم هذيل شو اسمه السبيد رانرز قاعد يقولون غش لازم تحط قوانين حق السبيد ران. تخيل بس ما راح اقول لك شنو قصدهم بالقوانين السبيد ران الا بعد ما انت تشوف الفيديو عشان اقول لك شنو هم قالوا. لا هو الحين قاعد بينهي اللعبه من اولها لاخرها مو سالفه كذي ولا كذي. انت يعني بس بيخلص اللعبه. اي
صح 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 نفس الطقة هذه كذي. خل الذين سمعت في ناس يقولون هذا حق مال Elden Ring، يقولون لازم يحطون قوانين ان تسوي سبيد ران من غير ما تطق الستارت وتعيد اللعبة، يعني ممنوع الستارت. تخيل عشان بس يحطون قوانين بينهم. نفس سالفة عثمان، انا ليش احكيك بهالطريقة عثمان؟ بس انت ما راح تساعد قصدي، بس خليني اقول لك قصة صارت صج صج صارت، فخليني اقول لك اياها راح تفهم ليش انا هذا اسلوبي بهالطريقة هذه اتكلم. في تعرف بطولات ستريت فايتر؟ بطولات ستريت فايتر قبل فترة، يعني بداية 2008 9، خلينا نقول ستريت فايتر 4، بلشوا ينشهرون سالفة البطولات. هني بلشت تنتشر سالفة البطولات، والبطولات موجودة بس بين الكوميونتي، بس عالميا 2009 و10 وهذا بلشوا ان بطولات وورلد كاب وكذي. فالبداية جاستن وانغ وهذا دايجو وما ادري شنو صار فيهم، فكل يقعدون يم بعض، يعني واحد يقعد والثاني يم يلازق فيه لزق وبشاشة واحدة، عرفت؟ فتخيل والجائزة كم؟ 100 دينار مثلا. فلما تقعد تلعب واللي يمك يطقطق بالاركيد حيل ويصرخ وريحته خايسة مثلا وازعاج ما يخليك تركز، فهذا يعني اذا عصبت عليه عادي، يعني اوكي مهما كان الجائزة شوية. متى تغيرت السالفة وصارت السالفة صج؟ لما الناس قامت تسوي نفس الشيء، يشوف نفسه يخسر واللي يمه هذا قاعد يسوي كامبو. حتى هذاك اعترف بالفيديو باليوتيوب، اعترف يقول انا اعترف اني سويت كذي. تخيل دايجو كان يعطيه الكامبو المشهور، عرفته؟ في كامبو يمكن ما ادري كم طقه وهو اللي فاز فيه بالبطوله. تخيل يقول وهو قاعد يسوي الكامبو الاخير اللي بيذبحني فيه، هذاك اللي يمه لازق فيه قاعد يطق اركيد نفسه، يطق شي طا 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 علشان هذاك يضيع التركيز مال شو يسمونه الكومبو. انت تخيل هذا اركيد يلعب ستريت فايتر اللي بالملي ويسوي نص دائره وفوق وشريوك، انت تعرف السوالف. انا اذا تكلمت انت تقول لي ايش 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 خل اركز ايش ايش خل اسمع الخطوات، صح؟ هذا شيء تشوف هذاك بيخرب عليه. فبعدين لما صارت السالفه فيها 20,000 دولار 30,000 دولار، كان يقول لا حبيبي الحين ما في شيء اسمه غشمره، ما في شيء اسمه لا هذا عادي هذا طبيعي، كل تبن وكل واحد شاشه وهذاك يقعد بيني وبينه 5 امتار، خلني اركز الجائزه كبيره. فهني صارت السالفه كذي. والحين لو تشوف ايه تكفى عثمان، يعني تخيل انت ببطوله قاعد مثلا ويمك سياره زد نفس سالفه الجراند تريزمو، زين ولك تجربه واحده وهذا راعي الحفل مال الجراند تريزمو مثلا واقف يمك وقاعد يسولف ولازق فيك مو مخليك تلعب على راحتك، حبيبي وخر الجائزه زد، لا تقعد تعفسني، خليني اركز وراي سياره، عرفت؟ فنفس الفكره، عرفت؟ انا لان انا من هالباك جراوند اشوف هالسوالف هذه وداش بطولات من قبل، ف ما احب الضغط الضغط بالغش بين قوسين. اي واحد ما قلت لي لحظة، خل اذبح هذول عشان يذبحوني. معاي نص مليون سول. لحظة. اي هذا هو عثمان. سيليا هايدوي. اي. دش داخل تحت.
لا واستخدم سلاح بلا ما بيقول لك، ابيك انت تشوف عشان تندمج بالفيديو، يعني مدته ربع ساعة على قد الرن سبيد رن. هذا امس ترى، مو من زمان ترى، وان دي هذا امس. ايه ونفسه نفسه اللي مسوي هالفيديو عنده اكثر من ريكورد، يعني نص ساعة ربع ثلث ساعة، بس هذا أسرع شيء 12 دقيقة وورلد ريكورد. تخيل شوف البوس اللي قاعد يباري وتشوف شو اسمه السلاح اللي قاعد يستخدمه. ويل مليغ هذا. عليكم السلام. لا للحين بحاول بعد شوي، بس ابي شو يسمونه لاني ما لعبت يا صديقي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صار لي يومين ملاعب، امس لعبت شويه بس ما كنت دايخ، قاعد ابريها وانا دايخ الصراحه، بس كان اللعب قوي 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 قوي. بعد شوي بعد شوي بروح لها بنجرب، بس قلت بجرب بطور اسلحه وكذي شوي اعادة ترتيب الخطه. سكيرو شوف للاسف ما قتلتها، بس واصل تقريبا اند جيم، لان اتذكر كنت شو اسمه كنت قاعد العب سيكيرو عجيبه. صح كلامك، وصلت لتقريبا نهايه، يعني اخر 80%
بس كان تنزل لعبة Death Stranding حزتها، فحولت لعب Death Stranding وقعدت شهر شهرين. أنا ما أحب أرد اللعبة مرة ثانية وأخلصها بخمس ساعات، لا قلت أبي أعيدها، فمن يومها ما كملت. فبلعبها إن شاء الله، حاطها باللستة بلعبها قريب بإذن الله، ألعبها إن شاء الله لايف. ايه عجيبة Death Stranding السوري، شيء مو طبيعي. عثمان شنو؟ اي واحد صج الاثنين السحر الازرق ولا هذا؟ كفو اشوف اللعبة Death Stranding ما راح تستوعب اللعبة وتدش اجواءها الا لما تلعب فوق الخمس ست سبع ساعات وتكون متهيئ قبلها. اللعبة مو حق اي احد، اللعبة مو حق اي احد، يعني شوف اكيد احب كوجيما، يعني انا من الفانز اللي يحبون العاب مثل جير من وانا صغير، العب العاب مثل جير، خاتم العاب مثل جير كلها وحيل يعني، ولا وانا احب الالعاب اللي كذي ترى كلها مبجوي. اي هذا شيء ثاني، هو العاب لها طريقه بالستوري تيلينج وحيل عميقه الصراحه. هذا وخر ذلف، كل واحد يركز يسولف عدل. شخصية سنيك في سماش. لا شفت طريقة هاي الحسنة الوحيدة له عندي. لا لا طافك طافك انت، اذا مو من الناس اللي كنت تلعب العاب كوجيما من التسعينات مبين عليك مو شو يسمونه مواليد الثمانينات وبداية التسعينات. مواليد تسعين، مواليد تسعين؟ شلون؟ عيل في خلل بمخك. لا لا ما له شغل. آخ. على حسب، في على قولتهم شو يسمونها هذه؟ أذواق. مو جوك الشغلة هذه. بس انا اوف جوي الدموع اربع اربع. القصة نار الصراحة، الجزء الاول الجزء الرابع شيء مو طبيعي. Death Stranding بعد حلوة والله، في ناس تمل ان هذا وهذا، بس احساس معين، اذا فهمت اللعبة من احساس معين راح تعجبك اللعبة. بس هم ارد واقول لك اللعبه مو حق اي احد، اللعبه مو حق اي احد. روك ستار نينتندو كونجر روك ستار نينتندو كونكر. اوه كمادن كونكر حلو. وينينج 11 انا احب، كنت بعد وينينج 11 وكمادن كونكر ريد اليرت جنرالز. بس يعني بس اول اجزاء، اول ثلاث اربع اجزاء من هذا جراند ثيف اوتو اللي انا يعجبوني، غيرهم انسى. اللي يدد ما مو جوي، ما ادري على الجديد اذا نزل السادس. في غيرهم بعد وايد بس للاسف ما استمتعت في Resident Evil في وقتها ولا العب كوجيما. اوف Resident Evil عاد
لا يسمعك عثمان. يقول ما لعبه وهو صغير ودش جو لعبة رزدنت ايفل وهو صغير. حتى العاب هذا اسمع. اوف انت لحظة، لا انت لعبت السابع عثمان؟ متى؟ من زمان ولا توه؟ ليش ما عجبك؟ لا لا اي لا 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 وياك هو حلو بس مو احلى من الاجزاء اللي احنا كنا نحبها. انا بهذه اتفق، انا احب الاجزاء الجديده ترى حيل بس هم اتفق. يعني الاجزاء القديمه يعطيني احساس شوي احلى ان رزدنت ايفل، عرفت؟ كود فرونيكا يبيل وعائي توجه غير عن القديم، صح توجه غير. اي كذاب مال الكمبيوتر اللي داخل اللعبة؟ كذاب لا كود فيرونيكا صح، كود فيرونيكا خل الذين صح تصدق؟ ولكن انسى ما حد يفكر فيها شلون كذي؟ لا والله هذا ذكي اللي سواها. ايهو ايه وتكفى احنا مو امريكان نعرف المقطوعة. لا ما اتوقع اتبي اعطيك الصدمة، يمكن تعطيني بلوك شنو؟ اذا ذا ويتشر بالنسبة لي خياس، ذا ويتشر انا ما لعبتها فما حطيك بلوك. ما لعبتها ذا ويتشر، ما لعبتها. ناس وايد يقولوا لي قوية وحلوة وانا ما ادري يعني. لازم نجربها بس وين تكفى عقب الالعاب اللي احنا لعبناها الحين هذاك تصويرها زبالة الحين صار. تاخرنا عرفت؟ ويقول القصة تمطيط، مبين القصة تمطيط مبين. بس انا ما احب الشاشة لما يطلع واحد شي بالغصب يتكلم يعني شفت القصدي التصوير شفت العاب عثمان مثل اساسنز كريد؟ لا اساسنز كريد يوبي سوفت لا ماستر هانتر بالعكس حلوة، حلو طريقة الكلام هذا بس ما يعني لا بالعكس هذيك تحسها شيب عثمان، تحس ان الناس مسوين اللعبة شيب، مسوين اللعبة بربع دينار، ما لهم خلق يتعبون بالجرافيكس. عرفت؟ ما في دايلوج كنا او لا لا في دايلوج اتوقع. بس الكلام تحس لعبة شيب يعني. بال 3D موديلينج وهذا شيب. نفسك انا عندي الكوليكتر ما ادري ذا جيم اوف ذا يير. ايه ونص روح عن علي خذها. هذا يقول اساسنز كريد اخيه يا معود خياس خياس اساسنز كريد ما عجبتني سالفه الفيوتشر وان يروح المستقبل ما عجبتني صراحه. ما لعبت وايد لعبت شويه كنت مستانس انها لعبه بلاي ستيشن 3 على ايام بلاي ستيشن 3 انه اوه جيل الجديد. بس القصة ما عجبتني اللي انت تلعبها الحين من صدقك انا اقري Elden Ring شو اسمه Game of the Year Game of the Decade على قولتهم. ايه عثمان شنو قلت؟
إلدن رينج شيء مو طبيعي من صدقك. لعبة خيال خيال. خمسة وخمسين. جذاب. بس ليفل مليون. انا الحين اخر اللعبة ما وصلت نص ال 400. شنو هذا؟ عشان وتبي ما تنبط كبدي لما تشوف ناس تسوي كذي؟ بعدين يجيك يقول لك انا خلصتها بلاتينيوم لعبة سهلة، ما ادري شلون انت ما تفوز على البوسات. انا خلصت ذبحت البوسات كلهم، عندي الاسلحة ليجندري. انا تنبط كبدي. اشكرا يا معود، يبين الشخص من تشوفه تدري انه نصاب وقاعد يلعبها بغش. لا تقول لي موجوده باللعبه الحركه، لا حبيبي. حتى بوكيمون تخيل تلعب لعبه بوكيمون اول ما بلش اعطيك شاريزار 99 وميوتو واقول لك يلا العب اللعبه. شنو؟ بجيوتو يبكي بالزاويه. يقول اللعبه سهل، واللعبه اذا تعرف انا الحين قاعد العبها علشان اخلصها 100%. انا الحين قاعد العبها عشان اخلصها 100%. ابيها تكون اول لعبه بالستيم 100%. اي بوكيمون، انا حاجيك على بوكيمون ايام البوكيمون ريد وبلو ويلو، على ايام الجيم بوي 1 الاولى. هذه جيم بوي، حتى مو جيم بوي كلر، جيم بوي كلر هذه جديده صح عثمان؟ من ذكرى العام يلعب كفو. ادفانس صح، ادفانس. انا من يت ادفانس بس وقفت ال هذا الجيم بوي، حولنا على البلاي ستيشن. في ال 8 اس اس نينتندو نينتندو ايه عرفتها بس شو اسمها؟ نسيتها. اس تي ما ادري شنو ادفانس المستطيلة تيك. عريضة نينتندو 64. لا نحن قاعد نتكلم عن بورتبل 64. ايه هذا اول جهاز نينتندو، اول جهاز الجبار.
هذول اذكرهم جيم بوي ادفانس وكولر و 3 دي اس وما ادري شنو نسيت. في بعد نينتندو اي 3 دي اس دي اس اي دي اس ودي اس اي شنو بعد. انا كانت عندي دي اس اي وموجوده بس ما ادري وينها، كنت حاط وياها العاب اصليه بعد ترى ما ضاعوا بيهم، موجوده بالحوسه. ما قاعد اسوي كوسه انا الحين اقول لك. راح شلون ما مت؟ انا عبالي مت اصلا. هذيك البنيه رحت لها اللي تحت الوريور شنو قالت تقول لك؟ لا لا كانت هي فوق فوق تحت تحت الجبل. هذول كم ليفلك الحين نشوف. 182. انا قاعد يجمع حق شو اسمه حق السميثينج ستونز. لا لا مو انا ما قاعد يجمع علشانها، ما قاعد يجمع علشانها، قاعد يجمع علشان الاسلحه. ايه كانت هني خلاص تلقاها بالدور الارضي تحت هذا السميثينج. ايه بالراوند تيبل عثمان. ايه وين؟ اكيد بالمكان الاخير صح؟ رفيجك صوته مو طالع. اوه كان قلت كاهو قاعد يسولف وياي صار له ساعه كان قلت يقولي ماتت سلج صار. ها شوف ايش طلع لي بالشاشه. لا عثمان ها ايش صار الحين؟ اوف عثمان ليش ما رحت انت؟ وين رحت؟ وين لازم اروح؟ والله عثمان اسمح لي. لا 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 انت ارجع السلن يعني؟ والله انت ليه ما خلصت سلين يا الله؟ انت ليش رايح عند هذاك والحين رايح حق هذه؟ 15 شيء بنفس الوقت. روح روح الكلد روح كلد 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 فوق فوق. وين الدنجن؟ اللي هي كانت في... لا لا مو الدنجن هذاك، الدنجن اللي هي تحت محكوره. طلعت هذا من قلبها ولا شغله؟ طلعته؟ ايه شلون بدي دايد؟ روح فوق 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 عند التورات الثلاثه عند الدراجون. ايه ايه انزل هني في ايه في جريس ترى فوق السطح انت الظاهر ما خذيته. غرفه ثاني فوق في جريس. روح سيدا الحين بسرعه انزل اطلع برا. اطلع من هني؟ اطلع 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 ولا في مين سيدة. روح روح برا 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 كمل كمل بالرونز اللي ذاك اللي قدامك الرونز راح تلقى في حفرة تحت. وين؟ يسار يسار يمين انك طفتها ولا قدامك المفروض هني. اه طفتها طفتها عثمان ارجع ارجع. الرونز اللي ورا الرونز اللي ورا عثمان. لا لا ها دقيقة دقيقة خلنا نشوف هذا مو ماخذ الظاهر مو ماخذه. بسرعة بسرعة عثمان لا يكون صج ماتت، إذا ماتت معناته راحت عليك السالفة. هني؟ إي فوق 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 بعد يمين يمين فوق هذا هني الرونز هني في حفرة تحت.
يسار. انت مو بطلة عثمان؟ شوفها بالارض تحت. طق الارض. انا بطلة. طق الارض. هو مخفي؟ لا بلا هو مخفي كنا. ايه ذبحه وطق الارض فوق. ناطط ناطط مو لطق ناطط. طالع ورا. رولنج ريكواير. ايوه. ملاقي المكان هذا. لا. اوكي. الباب الباب سيدة سيدة سيدة. في باب في باب ورا. اوف. اوف. المفروض في باب يسارك. يسار يسار. طق الطوفة. ايه. اوكي. شاهد. عطيت القلب. اوف. اوف اشوى عبالي اخترب. فوق الفورد في جسر اللي فيه تنين. ايه هذا هو صح. لحظة عند الفورد. فوق. غزك لحظة. أنا زين ما مت. غزك الفورت. وين الفورت؟ هذا اسمه الفورت؟ أنا ما رحت هنا للحين. فوق الفورت. فوق الجسر. تحت. هذا؟ ذابحة. إيه ذابحة ذابحة. ذابح وايد تنانين انا. فوق البنايع. البناية. اوكي. الحين بس خل اذبح كم واحد واروح. لازم اروح اكذب صح؟ الحين شنو قالت؟ ايه الحين روح روح الرايا لوكاريا. ايوه هني. ايه عرفت اللي اواكله دثروت. الحين اروح له. اي لا يقول لك ذبحه. بس صعب مو بسيط. ذبحه. لا لا ما ابي اذبحه. بخلي اخر اللعبه. لا 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 عثمان اطلع برا. اي صح يمع يمع الدثروت اول. انا طشرته و ما له داعي كاني اطشرك. عثمان ذبحه. جمع له 10 دثروت. انا ما ادري كم واحد اعطيته اصلا. انا معطي 6. طيب شوف الساينز عثمان تحتك. خذ الصفرة. ايه هذه بيسامد اساس. مثل ما قلت لك بسرعة ذبحه. ترى راح يسحب عليك وراح يروح حق سيلين. هذا اكثر سلاح تشيد حق الانمي هذيله. كذاب. شو وانا اتحرك اصلا. اي والله كفو والله. هو قطيب ولا جاس حتى. انا اذاني ولا قاعد اطقه بالهذا الستاف. لا 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 مجرب انا السلاح هذا اللي عندي ولا يتحركون اصلا. هذا الماجيك مو الروت صح؟ اي الماجيك نفس الشيء هم الاثنين. على خد درعه كله. ايه ما هو اي احسن شيء. والحين روح لها كلمها. ايوه درعه تقول خباز. وين هي برا هني؟ جاي قدامك واقفه بنص مكان الرناله. اي والله
كلمها لين تخلص كلامها، بس ركز عثمان بالقصة، ركز كلام قوي ترى. عطى بالحبة لا تعطيه مرة واحدة. ايه عثمان عطى طقة واحدة، انا قاعد اعطيه حبة حبة، كل ما اروح له اعطيه حبة، يعني كل ما احصل اروح له. بدر هلا والله، ولكم ولكم يا بدر. عثمان جوي يمثلني. شلون؟ اخ كله سريع سريع. ايه عثمان سريع. انت منهم، انت منهم سريع. اوف ايش دعوه؟ شوف كا شوف يسولف عن البلاط. اخ شلون؟ انت لعبتها بالبلاي ستيشن بدر صح؟ هو يفرق عن الستيم؟ انا قاعد اخلصها بالستيم بالبي سي، فقاعد اخلص الاتشيفمنتس بالبي سي الحين. كني واصل انا، جبت المفروض نفسه، المفروض نفسه اتوقع. ايه ليش يعني تحس انه خلاص خلصت اللعبه صح، ودك تنساها وترد تعيدها تلعبها مره ثانيه؟ والله ما الومك، اللعبه جباره على قولتهم. صدق يقولون اللعبه جيم اوف ذا ديكيد، يعني حتى مو جيم اوف ذا يير، شيء مو طبيعي. اللعبه حيل حيل نار اللعبة. بطل بطيط. انا والله قاعد العبها ما اخذ راحتي، مو مستعجل، ابي اخلصها بلات مالت السيم وباجي البلاط. اوف تسوى. بس لا ليش الحين؟ خلها حق بعدين، انساها الحين، ارجع العبها بعد سنه سنتين عادي. هذه لعبه اللعب مره ثانيه بس بعدين. ايه من امه سكيرو، سكيرو بلاد بورن. والله كاي هني موجودة. انا ديمون سول ما لعبتها، بلعبها ان شاء الله، بس انا حاط ببالي بلعبها لما اشتري تلفزيون جديد، لان سالفة ال HDR وهذا الجديد اللي فيه شيء مو طبيعي. انا ما انصدمت ان الدن رينج ما فيها الشيء هذا. سكيرو تدري ما قدرت اقتل اخر بوس للحين. اوف وايد ناس يقولون ترى نفس الشيء. عندي انا واحد من ربع يقول هد اللعبة يمكن سنة سبت الاخر بوس، بس لا تقول لي منو اخر بوس، انا ما ادري منو. بوصل جاي درجه صعبه سكيرو غاي. ايه عثمان والله انا شغلتها بدايه اللعبه، نطيت كم نطه احس الحركه ما شلون صايره عشان هد اللعبه. لا 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 حلوه عثمان. نزلها تلعبتها بلاي ستيشن صح؟ لا بي سي عندي انا. بي سي غريبه، غلطان عثمان مو من صدقك. نفس الدن رينج بالضبط، اصلا النكسه مالت الدن رينج ماخذينها منه. بس اندر رينج غير يعني حالات هذيك. هم اللي هم اللي مسوين اللعبه ترى نفسهم. طف طم صافي. اللعبه المفروض تكون اسرع. لا هي كذي اللعبه عثمان.
انا لا ما وصلت اخر بوس، قبل البوس بشوي. تو مساء كنت قاعد اقول حق سيو، قاعد اقول له ان شو اسمه كنت حزتها العب هذا، العب هذا قاعد العب شيني سكيرو، بس حزتها كان تنزل ديث ستراندينج، هديتها وحولت ديث ستراندينج شهر شهرين ثلاث، ما حبيت ارجع اللعبه مره ثانيه العبها وخلص بخمس ساعات، قلت بعيدها من اول، وشريتها بالبي سي، ومن يومك للحين ما لعبت، بس راح العبها، حاطها باللسته ان شاء الله، لازم العب. توني وصل له احسه سهل، ما ادري شوف ضايل ادخل حياتي من صدقك، من امه برجع لها، من امه. انا هذه لقيتها تحت ما قالت شيء مهم يعني. منو؟ هذه لا انت الحين خلصت سيلين؟ ما خلص عثمان. خلاص مو بس كلام اخر شيء خلاص؟ رجع مره ثانيه هناك. ولا في بعد تكمله؟ ارجع اقول لك روح هناك مره ثانيه. والله ما هي شينا ارجع لها. لا اي عثمان ترى يكلمونك يقول لك ارجع لها عثمان. سكيرو. اللي من اللي قبل الاخير اصعب اختياري، هذا اللي فوق القلعه انا ما ادري بغيته ولا ما مرت. أكيد إذا مخلص 80% والله كلامك صح. هذا شنو يبي؟ سومبر 3 عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا أهلا يا صديقي، أهلا من ومنك صالح الأعمال يا صديقي، حياك حياك. سومبر 3 سومبر 4 ريبير. هذه تختيمة الأولى ولا أكثر من تختيمة الأولى، قاعد ألعبها يعني ما أبي أخلصها إلا لما أنا أخلص وايد شغلات، علشان كذي مطول تختيمة الأولى. الحين صار لي الله، هلا صباح النور، صار لي الحين الله يسلمكم 162 ساعة للحين بداية الأولى، ماني مستعجل إلا أخلص السباق، بخلص اللور القصة شو السالفة مني منك، فمستمتع الصراحة. عثمان صاحبي اللي تحتي هذا ما شاء الله الحين بلس ون، والله تنفهم يا
فور ار تنفهم سهله سهله، بس يبي لك تعطيها شو اسمه تعطيها شوي وقت وتركز فيها شويه. سهالات اللعبه، ايه اللعبه سهالات حيل. خاتم تختيمها ثلاثة، مختمها ثلاثة ما شاء الله. سويت كل شيء خلصت 100% ولا؟ تومبر ايت امشي وطق ودش يوتيوب لا تتوهقت. اصل لك صار على خاص بتشوف في اي وقت ولازم الحين. اوكي وين حصل سومبر 8 و 9؟ هذه عندها؟ ما اتوقع عندها. يبي لي سومبر 8 و 9. ترى والله يبي له طور نفسك مره في دنجن. دنجن وين؟ في 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 كاليد. اوف نايس. هذا هني حده كم؟ 6. عندي حدي 6 في كاليد. 9 نايس. افتح الخريطه. تحت البرج قصدك هذا؟ ني وردد كاتاكومز. كاتاكومز الثلج في دنجن. البرج الطويل اللي فيه باركور اعتقد هذا البرج قصدك؟ لا هذا البرج الوحيد ويا هذا، هذا التاور، هذا البرج اليسار اللي تحته. في 9 4 حبات نايس. الحين اروح يسار اي تحته هذا قصدك؟ هذا لا لا قاعد حاكي سيو هو قاعد يقول لي واحد هني. الحين راح اروح لا البرج هني في تانل. انا في شيء ما عندي هني. عثمان ها شوف طريت الهيد مالها. شو صارت كذي؟ ايه والله صج؟ ايه صدمت والله. ليش صارت كرة؟ ما ادري. كلمها مرة ثانية. شيء ضيق الخلق بس ما ادري ايش السالفه. في جماجم ميته على الكراسي عندهم 9 نايس. انا ما استوعبت وين قصدك. سيو قول لي اسم الدنجن اللي بكلد. انا وضعك خلق عثمان لا تشوف الرياكشن ماي لما شفته كذي. بالثلج في 9 اي واحد فيهم اقول لك. لا تحولت كذا. اوه انت تدري لحظه في تكمله حق القصه الحين هني. انا واصل هني شفتها تحولت. شوف النهر المتجمد. اوكي هذا كيف اوف ذا فور فولو. هذا الوحيد هني وهذا هني. سبلكتر كيف. ايوه اوكي في دنجن المكان اللي انت حط عليه. تصدق عيل مو رايح له، بروح له بعد شوي بعد هذا اروح احاول اكتشفه. لحظه من غير ما تقول ليش تحولت كذي في تكمله. يس نو نشوف خريطتك. في شيء هني دنجن بعد. ايه فوق هني. ايه كان هني داخل الحين.
اي والله في إيه؟ هني ايه بالزاوية هذه ايه اتري شاف تحت تحت شوي بالماي عثمان بعض الماي اوكي مو بالماي بالماي يعني بالحفة الماي ايه لا ما في تكملة اوف اذا ما في تكملة قول لنا عيال شنو شو السالفة شو فيها ليش تحولها كذي غنالة حولتها كذي ما اتوقع سلينا قتلت الملكة عشان تمسك الأكاديمية صح؟ بس الملكة كل ما تموت تسوي ريبير رجعت وحولتها أوف اللي هي رنالة؟ إيه صح 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 إيه والله اي صح صح هي قالت انا بتهاوش وياها وكذي وقتلت الساحر الثاني من الثاني الثاني طشرنا احنا من الثاني ثاني قصدك الملتحي عثمان وهي. هذا الثاني مو ساحر هذا ويتش كيلر ايها طشرناه بس خلاص انتهى هذا يمكن يقصده ايه عثمان انت رجعت حق ازور؟ ولا ازور ازور سورسر ازور هذا اللي هني لا ما رجعت له ارجع له اي والله ميت اوف اي والله مو موجود بس في ايتم تاخذه منه يعني هذه الحين رنالة ذبحتهم والله رنالة طلعت مهينة لا عاد انا احبها سيلينا مو كذي عاد لو يصير اطقها كان طقيتها الصراحه اوف لا والله ترى سيلينا عجيبه عثمان انا مركز بقصتها صارت صاحبتي لا الكل شنو قصدك بالكل أزور والثاني اللي هني وسيلينا اللي هم الثلاثة هذيل قصدك بالكل ولا الكل 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 أوف أوب 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 يعني نرجع حق جسد هذاك من اللاج شيء بعد أكيد هم ذابحتها انت كذي تلعب بالقصة عثمان حاول ترجع تفهم بتشوف اذا في شيء متغير ولا لا كذي تستوعب ان في شيء صاير غلط عرفت لا رديت رديت الشيء ثاني بعد مسوي انقلاب بالاكاديمية ايه تولي تبطل شبد رنالة تحت فوق وانا على بالي مت هذا اللي يذبحني الحين ها
هذول ما يعتبرون سووا انقلاب على الأكاديمية لأن ما كانوا. أوف. إي صح هذه الحيوانة تسوي ريبيرث إذا ماتت. إي والله عثمان كاهو. لوساتس. لوساتس اسمه هذا. لوساتس. أوب 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 أوب. طشرتها ها؟ والله طشرتهم. غلال الزفت. إلا مع سلينا هم. المشكلة هذه أكلمها ما ترد. عاد ويها الزفت. ويه هزفت. لا اقرا ويه هزفت. ويه حرام. هي تقول لك انها خلاص قتلت الملكة وساعدها ازور الثاني. اوكي وي مشكله ما اقدر اطقها ما اقدر اطق. المشكله انا عندي هذا ميت بط شبدي سويت له ريبيرث ومات. والله شو تضحكته. والله عثمان حدي متازم ترى متاذي وايد ضايق خلقي نقص عليه بعد هذا ها؟ هذا اي هذه طلعت شريره الكلبه ما اقدر اشوت فينجر ويها زفت وهي تقول ايز داو ريبيرس از انو. والله عثمان كل شيء دوبليكيت عندك بيع. يمع شو تيمع؟ اليوم الاسود حق يوم الاسود اول كذا خرده ما يبون لك شيء. كملت قصة راني؟ إيه خلاص راني لين لبست الخاتم تزوجنا خلاص. راح تطشره خلاص. صدق عثمان ازور ولاتوس ما بطقاق بس سليم سليم يعني هذول ما بيننا عشرة عرفت توني اعرفهم. اي رجعت حق ربعها ميتين ذبحت بلايد ما ادري ايش فيه معصب علي و اجي هذا ايش فيك عثمان؟ ايش فيك؟ ايش فيك؟ اسمع صوتك ايش سالفتك؟ شو انت قاعد تضحك ولا شنو؟ قاعد اسمعك احسك قاعد تضحك قاعد تبكي ايش فيك؟ والله قاعد اسمعك شنو قاعد تضحك او تبكي؟ غريب ايش صار؟ ما ادري وين وين هذا السمبر؟ اقدر احصل سمبر شي طايح فجأة؟
قاعد تدري اني انا معاي مليون الا سولز وقاعد اتمشى على الجدران. يب اها نعم غير الشعلة استعمل البيضاء. بيضة؟ أي واحدة البيضة؟ قصدك العادية ولا قصدك هذه؟ سلاح ثقيل. حيوان كان بيذبحني. اوه في شو اسمه البيضة؟ ما ادري انه في بيضة. في شعلة عثمان بيضة عندك؟ بيضة شلون بيضة؟ ما ادري النار بيضة. هو قاعد يقول هذا البدر اللي بالشات. اعتقد في سحر اسوي شغله شذي يعني. ايش؟ اي بس ما نعرف شنو. ما اجرب اسوي يعني. ما حصلت ولا سومبر انا للحين. شو مكان الفزق؟ هلا فان! ويلكم ويلكم ثانك يو سو ماتش مان. حياك اريغاتو. ها تورش عاديه وفي ستيل وفي سنتري وفي هذا اللي عندك. ايه انا عندي لحظه انا اللي عندي شنو والله انا قاعد طاق. ايه انا عندي ثلاث انواع الحمر وهذه اربعه. حبيبي والله بدر تسلم انت بخير وصحة وسلامة يا رب. اريغاتاني جوست ام اي والله هذه نحصلها طويل العمر. تحت الأرض في الزاوية دي. أوكي نروح لها عين بس أبي سمبر. وين السمبر؟ مو الحين عقب ما هذا تروح المنطقة هذه كلها تنانين هناك تحصل صج؟ كيفك صج والله؟ هذيك شلون اروح لها؟ هذاك طلع واحد هذا اللي مسوي شو اسمه يروح لها عن طريق البرج الثالث. اي مو الثالث البرج الثالث مو في ثلاث ابراج فيهم هذا؟ واحد منهم يوديك هناك على طول دايركت. يوديك هناك شلون تعبر؟ ما تقدر تعبر. شلون ما تقدر تعبر؟ يوديك هناك داخل بالنص. لا مو بالنص لا. من هناك مقلش اللعبة هو؟ ايه قلتك تشوف الفيديو عشان تفهم شو السالفة. اوكي من هناك مقلشها. انا اقدر اروح هناك. ايه تقدر انت الحين اتوقع تقدر.
صح اذا خلصت المكان هذا قول معاي. انت ما شاء الله خلصت هذا المكان كله عثمان؟ شنو؟ ما شاء الله عليك. ايوه اللي انت فيه الحين. اي هني فوق؟ ايه واصل فوقي خلص انا اقدر اخلص اللعبه دش يعني فوقي هني واخلص بس انا شي قاعد اطول السالفه عرفت؟ ايه شوف شفت هالمكان؟ صح تقدر تدشه من غير ما تكمل النص الثاني من الثلج ولا ملين اصلا ولا شيء وتروح على البوس الاخير دايركت. عيدان افتح خريطة الثلج شكلي مضيع كنت. انا رحت هذا كيف هذا؟ ما لقيت ولا حبة. اسمه يولج. يولج؟ هذا هو. خلاص عيلا اروح له بعد ما اشوف سالفة هذا. هذا الجيلي فيش. جيلي فيش. ما ادري والله اثمان. جيلي فيش شيلد طلع لي. شيلد؟ اي. نايس. ايش؟ زين عيدان تقول رحت المكان المكسر انا ها؟ وش اسوي؟ وش اسوي بعد المكان المكسر؟ خاف عدلوه الحين جلتش. كان مكسر؟ كاهو والله ما ادري عثمان انا ما خربت على نفسي. ها هني ليش ما تقدر تروح مكان؟ لا ما تقدر تروح مكان. اه هو جلتش يعني هو مسوي جلتش. يعني يذبح نفسه هنا ويطلع هناك يعني؟ لا 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 شوف الفيديو عثمان مو طويل شوف علشان تستوعب. اساس نسوي الحين نعبر احنا من غير ما شوف تقدر تسوي نفسه سو خلينا نشوف من غير ما نحرق التريع الان. ايه أه
اسمه ايوه تمام، لازم تروح له بالقصة. انا خالص مخلص المكان. اوكي لازم يخلص القصة. اي لك تشوف الفيديو اللي قلت لك عنه عثمان؟ ايه مكتوب عليه 12 و13؟ I ما سوي مثل أجل تروح هناك عشان تأخذ البيل، بل عشان تشتري سومبر 9. صدق؟ وين البيل؟ آه موجود هناك بالمكان. ايه موجود دي تقدر تشتري سمبر. اوكي استوعبت. لا لان شو اسمه ما ذبحت ملنا للحين، بذبح ملنا عشان اعدي. وانا عشان شي بطور سلاح عشان بروح اباريها. شنو؟ يوقف على الطرف فبدأ يختفي يطلع جهة ثانية. شفت شلون؟ ياب ذير وي جو. شلون شلون يعني شي شي ثاني؟ ما ادري عثمان. يقول لك هالشيت هذا حتى الشركة ما قدروا يسوون باتش عشان يعدلونه. إذا محتاج حبة بس فيه عندك اللي قال لك سيو برا برج خالد في حبة 89. سيو اختفى، قلت له يبي اسم هذا واختفى، ما يبلي اسم الدنجن. آه عند البرج. عثمان انصدم. ما حق هذا. يقول خلص السي دي أنا قبل ما أذبح حتى بوس. Okay,
yeah, what do you mean? Like, yeah, where's the glitch? This is the way the game was, right? I mean, that's the way it is. Yeah, it's that simple, guys. Okay. It's a treasure chest. It's like, okay, I know what exactly that is. That's the frosting. I got you of my husband gold? Hey. هذا سلاح فاستنج. إيه. Then okay, so now he's up here. Okay, and this is where the towers. You can teleport around them, of course. Yep, absolutely. Oh, do you know what? This is the game of the year. Keep this in mind, guys. This right here is game of the year. Game of the decade, if anything. Didn't we watch this one right? No, this is a new one. Game of the decade, absolutely. And it's not even close, guys. It's just not even close. It's a magic line, it's either a fighting. And you get something to go off again. Okay, so I think this takes you back to the beginning of the game to Black Horse. Yeah, got it. They said, wait, they said this is more legit than my run. What do you mean? It's more legit than my run? Come on. Was it that bad? That band even say. I wouldn't do it if it didn't work. Yeah, that's it. I wouldn't do it if it didn't work. So now he's in no fancy. So now he's all the way where it took me like 3 weeks to progress. And he is there after 5 minutes. Oh. On it. Totally makes me feel better about the way I play the game. Yep, this is an elite game of losing. So There it is! Look at that, boys! Yeah, true! Totally makes sense. Oh my god, this is crazy. He's gonna fight a single boss? Honestly, I don't know. At this point, I literally, like, I will not be surprised if somehow he rolls the credit scene before he even hits the boss. Like, somehow. Like, he doesn't even have to fight the last boss, this shit just happens to him. Yeah, I would not be surprised if somehow he didn't even fight by him. Yeah, I don't know what it was, I don't know what it was. شوف انصدم. لا حاجه تضبط عندي ولا لا؟ خلص الفيديو كله بعدين نجرب. تدري وش سوى؟ دخل لهنا المكان اللي انا فيه. وسكر اللعبة. سكرها حتى بعد مو من اللعبة نفسها، نزل من تحت يعني. ودش ذي وطق كلوز ويندو حق اللعبة. صدق؟ زين. اي ورد بطلها مرة ثانية. زين خلنا نشوف. والله صدق هذيك اللعبة دخل المكان دايركت. غريب الصراحة. والله هذه كذا ما قاعد تشتغل عندي بالاساس. انت مسح. انت مسح ها؟ ضرب كل شيء. واخ. انا شوي مخلص بس لا اشتغلت يقول حاطي لك انتي شيت اول ما شغلها وحالتي في حاله
والله احس مسوي لعبه متعمد هالحركه تصدق ايش في والله احس ليش حاط المكان الدش لا خل هذا ايش دراه اي والله شكله متعمدين تصدق المشكله ايش دراه والله حاس انه متعمدين هذا خذيت التورش على ثمون اي والله طب شديد هذا اول مره اشوفه اه ابيض اي والله شنو شنو كذي هني اول ما ادش من هذاك الباب اللي فوق من ما ادش مكان شفت المكان المكان نيزك مال نكرون ايه تنزل من غير جريس تنزل دش هني من دش هالباب تلقاه هني عند هذا اللي ميت اي والله اريح تصدق تلقاه هني عند هذا ميت ايزي ايزي انا بس قاعد افتر وحالتي حاله ما ادري ايش السالفه صديق ما ودوني بالنص نفسه يعني لازم افسخ اللاعب بعد والله ما ادري ما اتوقع ان المساله سو ايزي زين طبيعي المسألة مو ايزي بس خلينا نجرب ما ورانا شيء عرفت؟ ايه ما هي حقة البرج تحت تحت تقل صح؟ وين بنزل؟ ما شربت ماي وايد امس مصدوم نفسك انا مصدوم نفسك انا مصدوم شنو هل نشوف غدان جريت رون ما خذ قبل لا ما ادري انني دي على هذا كم واحده ساحب عليها انا اللي عندي شوف وين هذا
صدقها صعب عليهم كلهم هالجيم. بس اولريدي عندك اياهم انت. ها؟ بس اولريدي عندك اياهم. لا لا يمسحونهم. صج؟ اي والله يمسحونهم. آه. انا مهكر اللعبة، شوف حتى ما ودوني هناك. ودوني نفس مكاني بالضبط. خاسي باص ترافل لبرج من الابراج. ها وريتك اياهم اللي ايش اسمه، بس هذا اللي عندي صديق. ما ضبطت حيدان هذا نصاب، ما ادري شو مسوي. ايه اقول لك ما ادري والله، بس هذول سوالفهم السويل. برا برج تحت يسار، هذا اللي عندي مورغوتس قدان ريكارد جودريك مال شو اسمه ريانا، ما ذبحته انا. هذه شو اسمها رنالة. والله هني كم واحد، واحد اثنين ثلاث اربع خمس ست سبع ثمان. نصاب هذا عقدته. انزل تحت فوق. طيب اتجه للبرج، انزل تحت فوق. خلا شوف في تحت، انا ما نزلت تحت، انا بس صعدت فوق. ايد النيلة، ايد النيلة عثمان. اه اقول ايد النيلة، احنا لعبنا ونزل رحنا فوق ونسينا تحت. وين هذا كام النكران؟ لا بكاليد. شوف شوف شون عندي قدامي. وين هذا؟ نمبر 9. لا 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 وين وين؟ اوه نارك. شو رحتني؟ كم تدفع عثمان؟ تعزمني. خلاص اعزمك. هني. قالت البرج هذا شفت اللي نصعد فوق؟ ايه. بدل ما تصعد فوق انزل تحت بالحصان. قليد فوق. ايه كيف رحت عند البرج؟ خلي اشوف في شيء هني. تسعمية ألف، تسعمية خمسين ألف راحوا. لا يروحوا، لا يروحوا. هو شو إنك ذكرتني؟ فرح ألف بالعيد. أنا خمسين ستين ألف. هني عثمان شوف البرج. في هون. انزل تحت. ها تنزل تحت. والله كنت عثمان بيجيب جيب العيد، بيجيب العيد. انا نسيت العيد من كثر ما كنت بيجيب العيد. وينه؟
لا 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 هذا حط لي اياه هناك. اوف كانوا بيروحون فيها والله. هات ما ليش مو مشغل اللايف؟ اي صح صح قول في شيء ما شاء الله كذا. شاشتك بيضة عثمان. ها؟ شاشتك بيضة. شاشة بيضة؟ غريبة. ليش؟ أسكرة أريد بطلع يعني؟ ما أدري. سكرته. الحين يبي لي سومبر إيشن دراجون سميثينج ستون. هذه تعال شوف وين نطلعها هذه. يعني. اشتغل الحين؟ دحين لودينج. شاشة بيضة. انت حاطة سين ولا حاطة اللعبة؟ حاطة اللعبة. لا سين سين نسيت عثمان؟ العادة عندي اللعبة يشتغل. انا حاطة سكرين عيال. خلصت الكوس حق البنت. نيفيل اي وحده اللي اللي تكون فيها سم لا صوت عثمان عندك. كان الكويست حقها مقلش ترى ونزل له تحديث والان شغال صدق. شنو كان اللي قلتش؟ انا رحت يعني افتريت ادورها ما لقيتها. شنو كان اللي قلتش؟ الايد واخر شيء سويته معها اخر شيء نقذتها من شو اسمه نقذتها من السم وقالت بتروح مراقب
اي عالجته. اي عنده. روح كسراني. اوكي دان هذا حتى مو راضي يسوي ستريم نهائيا. عادي عادي خلاص بسكر ورده فتحه هذا سريع هي يعني يمكن يضبط ضبط الحين قطقت عليه دود. باتشز عليكم السلام ورحمة الله. باتشز الغدوري مسمي نفسه باتشز هذا مال الدرينج عرفته الاقرع. ادري ايه يقول السلام عليكم اسمي باتشز الغدوري المصنع في الاول بالغدر اذا تبي كورسات غدر كلمني على الخاص. باتشز والله زقت بالارض عيدان. ها والله ابيض اثمان خلاص خله طفى طفى كان عندك مشكله انت. ما حبيت الحركة منك في قتال غدر.
آخ عجيبة. الحين اروح روح للقصر اللي تحت غاني. شنو في هناك ذكرني؟ شنو كنا نقول؟ تحت بالسرداب قصدك؟ يا شوانك ما قلت لي، بالعكس صح كزين تسوي. قصدك بالسرداب؟ ما راح تسترداب تصدق؟ حق الساحر. اوكي. لقيته ميت؟ لقيته ميت من زمان هذا. لقيته ميت، في شيء ثاني غير المي انه ميت؟ حلو. طيب يوم كنت تكمل حق سيلين في دنجن حصلته انت قريب من هذا صح، كان في سيلين واقفة. ايه عطيت سيلين القلب مالها، وهذا هني كان موجود تحت. كنا قاعدين نسوي هالشيء هذا قبل لا انت تدخل حق عثمان. شنو تسوي؟ كان في واحد، ايه هذاك الملتحي ذبحناه. اهم شيء انت معطي البنت السم صح؟ اتوقع ايه، اتوقع ايه. ثواني وراجع، ثواني وراجع، ولا اروح انام؟ خل اروح اريح اغفي ان شاء الله بعد التراويح، بعد شو اسمه، بعد العشاء شيء كذي ان شاء الله نكمل باذن الله. ها عثمان؟ اي والله حسيت شويه قاعد احس بالصداع. يلا زين عيد حلقات ما اروح.
بالليل ان شاء الله. ها عثمان ولا انت راح تكون مشغول؟ لا ان شاء الله موجود شيء على الثمان شيء كذي ان شاء الله. صديقات ايه اكيد. ايش رايك؟ اليوع، العطش، الدوخه، التعب، كل شيء. يلا عثمان سيو. ها يلا سيو سيو سيو. يلا أصدقاء يعطيكم العافية، حياك الله بدر، حياك الله سيو، حق كل جدد اللي ضافون اليوم حياكم. إن شاء الله اليوم نكمل بالليل ونشوف إن شاء الله شو راح نسوي اليوم. اليوم إن شاء الله نذبح هذه، نذبح ملاينة بإذن الله اليوم. دامنا طورت الليفل 9، إذا حصلت سومبر أوكي، ما حصلت سومبر عادي. فيعطيكم العافية أصدقائي، وسيو إن شاء الله ليترز في كم إيه بلا عادي. See you later. What do you want? يعافيك ربي والله بدر، تسلم. تسلم يا بدر.